تحياتي كابتن عماد النحاس وكابتن اسلام. كابتن عماد شايف الاهلي ازاي السنه دي، ورايك في كابتن رايك في ريني فايلر، ومن تتوقع يكون نجم الموسم مع النادي الاهلي؟ اهم الخبرات اللي حضرتك خدتها من الاهلي كان بيتكلم عليها دلوقتي، اكثر حاجه ندمت مع ان انت ما عملتهاش وانت لعيب في النادي، ايه اكتر حاجه انت ندمت عليها في النادي؟ لا ان انت ما عملتهاش وانت لعيب في النادي الاهلي طبعا. كان عندنا حلم في 2005 اتصدر لنا اكيد من ثقه الجمهور فينا في التوقيت ده، بعد لو تفتكر في الدور قبل النهائي لعبنا نادي الزمالك، والنهائي لعبنا النجم الساحلي، ان احنا نروح كاس العالم ناخد كاس عالم. خدنا سادس. فده كنا رايحين بحلم كبير، وفي الاخر رجعنا كنا محبطين جدا جدا. انا فاكر الفتره دي، برافو عليك. استقبال الناس لينا فثقه الناس كانت فينا، وثقه جمهور النادي الاهلي كانت كبيره جدا، وكانت مدياك دفعه وانت طالع من هنا لحاجه جديده، يابان وكاس عالم الانديه. رحنا لعبنا اتحاد جده السعودي، اتغلبنا مش عارف مين اتغلبنا، بس الحمد لله السنه الثانيه كانت ثانيه ربنا عوضنا فيها خير. سؤاله في ان انت شايف ازاي النادي الاهلي السنه دي؟ النادي الاهلي شويه بدايه كويسه جدا مع مدير فني جديد، حاطط ايديه على بعض التفاصيل، ما عندوش سوء حظ في حته الاصابات زي بدايه الموسم اللي فات. اللعيبه كلها مستوى كويس، هو قدر في الثلاث اربع مباريات اللي لعبهم انه يقدر يعمل تغيير، ما يعرفش مين ان انت هتبقى موجود النهارده تلعب، ممكن تبقى بره، عامل حاله اتمنى ان شاء الله ان هو يستمر عليها ويحقق حلم النادي الاهلي في الرجوع تاني لبطوله افريقيا واللعب في كاس العالم للانديه. تمام، منور يا كابتن.